كان الحضور بالأمس من كافة محافظات الوطن، جنين، نابلس، طول كرم وغيرهم من الأطفال وذويهم. تحدث عن هذه الفعالية وكيف نظمت بالأمس، وبالتالي أهمية تنظيم مثل هذه الأنشطة والفعاليات بشكل مستمر لدعم الأطفال المرضى بمرض السرطان. هو في الحقيقة احنا جمعية فرح أصدقاء الأطفال مرضى السرطان. الأطفال يتلقون العلاج الحكومي وما يحتاجونه في محنتهم هذه، وقوف المجتمع المحلي إلى جانبهم وجمهور أهل الخير والمتطوعين. نحن في جمعية فرح ننظم العديد من الفعاليات التي تتعلق بالأطفال في محنتهم، وخاصة بعد تعرضهم للعلاج بالكيماوي وتساقط الشعر لكثير منهم، وبالتالي هذا التغير في المظهر يؤثر نفسيا على الطفل. ففريق المتطوعين يذهب إلى المدرسة وإلى البيت وإلى أهل الطفل، وغالبا الكثير من حالات السرطان يتم اكتشافها متأخرا، فيكون العلاج في مراحل صعبة، يحتاج الأطفال إلى إدماجهم في المجتمع المحلي وإخراجهم من جو العلاج والأدوية، وطبعا اللي هي المشاعر البيت وهم مشاعرهم تجاه أنفسهم. وبالتالي نحن في جمعية فرح ننظم الكثير من الفعاليات، من أعياد الميلاد، من الرحلات، من الأشياء الترفيهية، ونستند أيضا إلى فريق مدرب من الأطباء المهرجين الذين يدخلون البهجة إلى قلوب الأطفال. وفي فعالية هامة في هذا الشهر الكريم تم تنظيمها في فندق الموفنبيك سابقا ميلينيوم في رام الله، ضمت كانت من أضخم الفعاليات لجمعية فرح أصدقاء الأطفال مرضى السرطان، ضمت 140 طفل وعائلاتهم وأيضا فريق المتطوعين، حيث تم هناك في هذا الاحتفال بعد تناول الإفطار الأطباء المهرجين ومسرحيات ضاحكة والساحر وأكثر من فقرة ترفيهية تم إشراك الأطفال فيها، وأحباب الله وأغاني. وطبعا هؤلاء الأطفال تمتعوا، كانت هذه الشكر الجزيل لرجل الأعمال الفلسطيني السيد جلال ناصر الدين لرعايته لهذا الاحتفال. وأيضا ما نتج عن هذا الاحتفال أننا في جمعية فرح نسعى لتلبية هذه الأمنيات للأطفال. البعض ستكون أمنية له وأمنيات أخرى ما بعدها، وآخرين طبعا لصعوبة ظروفهم قد تكون الأمنية الأخيرة. دعنا نتحدث أيضا سيد نافذ إذا سمحت لي. لتلبية سيد نافذ إذا سمحت لي دعنا نتحدث عن الجمعية كجمعية. نعم تفضل. جمعية فرح وما تقدمه لهذه الفئة من الأطفال المصابين بمرض أو بمرض السرطان على مدار العام، ليس فقط نتحدث هنا عن رمضان. أي خدمات تقدم لهؤلاء الأطفال؟ نحن على مدار العام أولا يوجد لدينا موظفين، ويوجد عندنا فريق متطوعين كما ذكرت لك، حوالي 250 متطوع من جنين إلى الخليل. هؤلاء يتوجهون إلى الأطفال أولا من ناحية الدعم النفسي ونشر الوعي لدى العائلة بأن هذا المرض مثل أي مرض، ومن الضرورة عدم وضع الطفل في ظروف نفسية محبطة ويائسة، وأيضا التعامل مع أن هذا المرض هو مرض تم التقدم في اكتشاف العلاجات ويوجد هناك حالات شفاء كثيرة. وفي أصعب الظروف يجب أن يتم معاملة هذا الطفل أيضا بأجواء الفرح. فلذلك احنا نسعى اولا للذهاب الى الاطفال الذين لا يستطيعون المشاركه في انشطتنا الى بيوتهم، والقيام بتنظيم اعياد ميلاد لهم وتقديم هدايا طبعا بمشاركه المجتمع المحلي. ايضا نحن ننظم رحلات ترفيهيه لهم
إلى الأماكن الترفيهية، وحيث تم استضافتنا في الخليل وفي أريحة وفي رام الله وفي نابلس وفي جنين وفي طول كرم، وهذه المؤسسات والقرى الترويحية أيضا هي جاهزة لاستضافة هؤلاء الأطفال. طبعا يوجد أطفال لا يستطيعون مغادرة، اللي يكونون في مرحلة العلاج ولا يستطيعون المشاركة، نذهب إليهم بالأطباء المهرجين، ونحن هؤلاء هم عصب العمل لدينا، لأن السلطة تقوم بتقديم العلاج الكيميائي. نعم، وبالعودة إلى هذا الإفطار الخيري والترفيهي سيد نافذ، اسمح لي بالعودة لهذا الإفطار الخيري والترفيهي، نشاهد بعض المقابلات التي أعدها الزملاء خلال الإفطار الذي نظم بالأمس. الفعالية هذه جاءت من منطلق الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، يعني كل واحد فينا عنده مسؤولية اجتماعية تجاه الغير، وبالذات من أصحاب الإعاقات، كان على مرض عم نحكي أو إعاقات خاصة، أو هذه مسؤولية اجتماعية اللي كلنا لازم نقدم فيها ونساعد فيها على قدر المستطاع. طبعا من هنا ومن هذا المنبر تلفزيون فلسطين، كل رجل أعمال عنده مسؤولية اجتماعية يجب أن يقوم فيها خدمة للوطن وأبناء الوطن. إحنا كمؤسسة خيرك لابن بلدك بالشراكة مع جمعية فرح لأطفال مرضى السرطان تحت رعاية السيد جلال ناصر الدين، نظمنا هذا الحدث الخيري خلينا نسميه مهرجان خيري بدعوة رجال الأعمال، لحتى إنه إحنا نشوف أمنيات الأطفال، نحاول نحقق لهم لو جزء بسيط منهم كأمراض، من ناحية مسؤولية اجتماعية قديش فينا نساعدهم، خاصة بهالشهر الفضيل قديش فينا نقدم لهم ونعمل لهم. فكمؤسسة خيرك لابن بلدك هي القائمة والمنظمة لهذا الإيفنت الخيري اللي أنتم شايفينه مباشرة على التلفزيون قدامكم. محمد. من وين أنت يا محمد؟ من حلحول. من حلحول، شو جاي تعمل هون؟ مع المستشفى. أنو مستشفى؟ البجالة. مبسوط أنت يا محمد؟ آه. جاية رحلة يعني مع الجمعية، الله يسعدهم. كل عام وأنتم بخير. جايين مع مؤسسة فرح. أي صف أنتي؟ ثالث. شو بتحبي تحكي للناس؟ شكرا، كل عام وانتم بخير، يلا باي. شكرا أكيد للزملاء اللي أعدوا هذه المقابلات، وبالتالي نرى الأطفال في هذا الإفطار الخيري. بالعودة لك، ترحب بك مرة أخرى سيد نافذ الرفاعي، وأنتم تتعاملون مع الأطفال المرضى بهذا المرض، ما يعرف مرض السرطان، يعني كيف هي نفسيات هؤلاء الأطفال؟ يعني طرق تعاملهم بحياتهم اليومية، تعامل مع أصدقائهم، تعامل مع التعليم، تعامل مع تلقي جلسات العلاج. يعني بلا شك بأن هذا المرض هو مرض خطير، والعلاج فيه حالات من الألم، وهناك اللي هي هناك أشياء تظهر بعد العلاج الكيماوي على الأطفال من التعب والهزال والتساقط الشعر للبعض، والتغيب عن الدراسة، وأيضا تعامل البيت والأم والأهل مع هذا الطفل على أنه يعاني من مرض خطير. نحن فورا نتحرك لممارسة الدعم النفسي أولا للأسرة، لأن ذلك ينعكس على الطفل. وهناك حادثة أود ذكرها، أن أحد الأطفال توقف عن الطعام، فأرسلنا إليه طبيب مهرج لم يضحك، أرسلنا طبيب مهرج آخر فضحكت الأم، فنظر الطفل إلى أمه ولما شافها بتضحك هو بلش يضحك، وبالتالي بعدها بلش يأكل وبدأت حالته تتحسن. فهذا المرض أهم شيء الأسرة فيه والمدرسة، وهناك فريق من المتطوعين يذهب إلى صف الطفل الذي يعاني من تساقط الشعر إلى 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 زملائه، ويتم الحديث معهم بأن الضرورة أن يتعاملوا معه طبعا بمنتهى المحبة لأنه في محنة. هذا المرض طبعا مثل ما حكيت أنه على المجتمع أن يقوم بدوره، لأن العامل النفسي هو مهم جدا في العلاج.
ومهم جدا في عدم اللي هو وجود تداعيات لهذا المرض، وأيضا الأسرة والأم هي الأساس الذي نتوجه إليه. شكرا جزيلا لك سيد نافذ الرفاعي رئيس جمعية فرح أصدقاء الأطفال مرضى السرطان، ويعني نتمنى مجموعة هذه الفعاليات لهذه الفئة، فئة الأطفال مرضى السرطان، لما لها من انعكاس كبير بس على نفسيتهم. بس حابب أذكر إشي سريعا لو سمحت، تفضل. يعني نتيجة هذا الاحتفال المميز تبرع مجموعة من رجال الأعمال بأنه بتلبية أمنيات الأطفال من آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن. جميل. وهم بالإضافة نشكر السيد جلال ناصر الدين لرعايته هذا الحفل، ونشكر السيد محمد العالمي لاستعداده، والأستاذ مازن سبيتاني، والسيد خالد عبد الرزاق. أشكر للجميع بدون ذكر أسماء لكل من ساهموا في إنجاح هذا الإفطار الخيري والترفيهي الخاص بمرضى السرطان. هؤلاء نحن نشكر في تقديم بكل تأكيد هدايا قادمة. نحن إن شاء الله نشكر الأسماء لتشجيع المجتمع المحلي. شكرا جزيلا. يسعد صباحك. ونحن إلى فاصل نورة. أكيد نروح لفاصل وبعدها نتابع محطاتنا الأخرى من فلسطين هذا الصباح. ابقوا معنا. جدد ترحابنا فيكم مشاهدينا لهالمشوار الصباحي المتواصل وياكم أكيد لغاية الساعة 11. نكون الآن مع سدهاتنا من غزة، ويدور الحديث مع الزملاء حول إنجاز جديد. فلسطين تحصد المركز الثاني بجائزة الباحث العربي المتميز. يسعد صباحك أسماء. صباح الخير. صباح الخيرات، يسعد صباحكم خميس ونورة. صباح الخير لكم، لكل الزملاء كمان في استديوهات رام الله، لكل السادة المشاهدين بنهار جديد وإشراقة صباحية جديدة ويوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك. طبعا بنصبح عليكم من استديوهات قطاع غزة. اليوم فقرتنا مشاهدينا حول
الفوز بجائزة الباحث العربي المتميز بالمركز الثاني على مستوى الوطن العربي لعام 2016 الصادرة عن الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، والتي فاز بها أستاذ دكتور من قطاع غزة وهو الأستاذ الدكتور محمود سرداح أستاذ أمراض الدم والوراثة الجزيئية بكلية العلوم بجامعة الأزهر. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. يسعد صباح المشاهدين الكرام. يعني بداية كل عام وحضرتك بألف خير. وانتم بألف خير. وألف مبروك كمان على هذا المركز المشرف أيضا بفلسطين. الله يبارك فيك. شكرا كثير. يعني بداية دكتور تحدثنا عن الجائزة، ما هي؟ جائزة الباحث العربي المتميز يعني جائزة بتصدرها الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية. بدأت الجائزة قبل سنتين في الدورة 49 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية، كانت في جامعة القديس يوسف في لبنان، وتم الجائزة الإعلان عنها في محورين في الإصدار الأول اللي هو كان محور العلوم الزراعية والبيطرية وأيضا العلوم الاجتماعية والإنسانية. في العام 2016 الجائزة أعلنت من جامعة الإمارات في محورين، المحور الأول العلوم الطبية والصحية والمحور الثاني هو محور الفنون. الحمد لله يعني تقدمت للجائزة حسب الإعلان المعلن، و تم يعني الحمد لله يعني إبلاغي قبل عدة أيام بفوزي بالجائزة. الجائزة طبعا يعني ترعاها الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، ويتنافس فيها جميع الباحثين العرب من كافة الجامعات العربية المنطوية تحت اتحاد الجامعات العربية، حوالي 330 جامعة عربية تحت اتحاد الجامعات العربية. التنافس طبعا بين جميع الباحثين، الجميع يستطيع أن يتقدم لهذه الجوائز ويتنافس لهذه الجائزة. تمام. إذن يعني الجائزة تمنح لكل الباحثين المتقدمين من جميع أنحاء الوطن العربي. نعم، تتاح للتنافس بين كل الباحثين في الدول الوطن العربي. يجب أن يكون الباحث المتقدم لهذه الجائزة عربي. تمام. أو من أصل عربي، يعمل في جامعة عربية على الأقل لمدة 5 سنوات. الجائزة تمنح أو يتم التقدم لها بناء على الإنتاج العلمي للباحث في العشر سنوات الأخيرة، بالإضافة للإنتاج العلمي تبعه أيضا إلى المساهمات التي قام بها الباحث في إنتاج المعرفة وفي تقديم المعرفة. تمام. وكثير من هذه الأمور يعني تأخذ بعين الاعتبار في التقييم الأساسي للجائزة. طيب دكتور، حضرتك قدمت العديد من الأبحاث وليس صحيح. بحث واحد، ولكن هناك موضوع بحث تم يعني ترشيحه للفوز بهاي الجائزة، ما هو هذا الموضوع بالتحديد؟ الإنتاج العلمي للباحث خلال العشر سنوات الماضية هو الركن الأساسي لتقييم الملف المتقدم للفوز بهذه الجائزة أو للتنافس على الفوز بهذه الجائزة. أبحاثي كانت أنا تتعلق بأمراض الدم. لدي العديد من الأبحاث، عندي الحمد لله حوالي 40 بحث منشورين في مجلات عالمية لها معامل تأثير عالي. الأبحاث التي قمت بها هي أبحاث في مجال أمراض الدم والوراثة الجزيئية. هذه الأبحاث نبعت من اهتمامي بوضع أو المشاركة في وضع حلول لمشاكل مجتمعية، سواء في أمراض الدم مثل أمراض الدم الوراثية مثل الثاليسيميا، مثل أمراض الدم ذات العلاقة بالتغذية زي فقر الدم الناتج عن عوز الحديد. طبعا. أيضا بعض الأمراض الوراثية أو أمراض الدم الوراثية الناتجة عن خلل في بعض الإنزيمات زي أبحاثي الخاصة بمرض التفول أو الجي 6 بي دي ديفيشنسي. هذه الأبحاث كلها هي عبارة عن مجموعة من مشاكل يعاني منها المجتمع الفلسطيني بشكل عام والمجتمع الغزي بشكل خاص. ركزت في أبحاثي على إيجاد حلول لهذه المشاكل. طبعا يعني كان لنا السبق في كفلسطين أنه يكون عندنا فحص لا الثلاسيميا قبل الزواج، وهذا طبعا البرنامج المعروف واللي طبقناه الحمد لله في سنة 2000، وكان لنا الحمد لله يعني دور رئيسي في تطبيقه. الآن المجتمع انخفض نسبة ولادات الثلاسيميا بحوالي ما يقارب
المية في المية، يعني الآن في بعض السنين لا يولد أي طفل ثاليسيميا في قطاع غزة. فلذلك يعني كانت المساهمات البحثية إلي في المجالات التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني. يعني هذا إنجاز رائع بالتأكيد دكتور، ولكن إذا ما أردنا الحديث عن موضوع البحث الرئيسي الذي تم ترشيحه لهذه الجائزة، حضرتك تحدثت عن أبحاث عديدة تم تقديمها على مدار سنوات عديدة. صحيح. ولكن الموضوع الرئيسي ما هو؟ الموضوع الرئيسي كانت الأبحاث الخاصة بأمراض التفاول أو مرض التفاول اللي هو G6PD deficiency. تمام. طيب إذا بدنا نحكي عن التوصيات أو الحلول التي خرجت بها في هذا البحث، بما أنه حضرتك تتحدث بأنك يعني بتحاكي المشاكل الموجودة بالمجتمع الفلسطيني بشكل خاص، فكيف كانت هذه التوصيات أو الحلول لهذه المشاكل؟ مرض التفول أو الأنيميا الناتجة عن تحلل الدم نتيجة عوامل غذائية زي اللي هو مرض التفول أو الفافيزم، في عنا توصيات، يعني عملنا دراسات على الأطفال اللي عندهم هذه الحالات، وقدمنا برنامج لفحص لهذه الأمراض في الأطفال حديثين الولادة. تمام. بحيث أنه يكون هناك برنامج وطني في المستقبل، يعني اقترحنا برنامج وطني لفحص الأطفال عند الولادة لهذه الأمراض الناتجة عن اللي هي G6PD deficiency. وفي حال التطبيق هذا البرنامج نتوقع أنه له نجاح ملحوظ راح يكون في المجتمع الفلسطيني، بحيث يقل عدد الأطفال المصابين أو الأطفال اللي بدخلوا المستشفى نتيجة تحلل الدم الناتج عن مرض التفول. وإن شاء الله بنشوف يعني نتيجة فعلية تتحدث عنها حضرتك، زي ما شفنا نتيجة رائعة عن مرض الثلاسيميا. صحيح. وكيف تحدثت حضرتك بأنه اليوم ما في أي يعني نسبة لوجود. صحيح. هذا المرض في المجتمع الفلسطيني. طيب دكتور، إذا بنتحدث عن طبيعة الأبحاث التي تقدم من قبل الباحثين الآخرين للحصول على هاي الجائزة، وكيف يمكن السعي أكثر لأن تخدم هذه الأبحاث المجتمع؟ دائما الباحث عندما يتقدم لجائزة، طبعا يعني يجب أن يكون الملف المتقدم للجائزة ملف منافس قوي لعدة أسباب. السبب الرئيسي أن الباحث يتنافس مع باحثين آخرين من جميع الدول العربية وبعض الأحيان من الدول الإسلامية، إذا كانت الجائزة بتشمل دول العالم الإسلامي. إذن هناك باحثين على مستوى عالي وراقي من الأبحاث العلمية، يجب أن يكون تقديم الملف والملف يشمل الأبحاث العلمية القوية بالإضافة للمساهمات المجتمعية لهذا الباحث، بحيث اللجنة المحكمة لهذه الأبحاث أو لهذا الملف تقتنع بحقية هذا الباحث في الحصول على هذه الجائزة. على سبيل المثال الجائزة الباحث العربي المتميز، هناك لجنة خماسية يرأسها الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الأستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي، وعضوية الأمينين العامين المساعدين واثنين آخرين من الخبراء، فقط تقوم بدراسة ملف المتقدمين. تمام. وأحقيتهم في التقدم للجائزة وأن الملف تبعهم مكتمل، ثم تقوم بإرسال هذا الملف لكل باحث إلى ثلاثة من الباحث من الأساتذة العلماء الكبار لتقديم تقرير وافي عن هذا، وبعد ذلك تجتمع هذه اللجنة الخماسية مرة أخرى، ومن ثم تقرر في أحقية الباحثين في الفوز بهذه الجوائز. يعني الفوز بهذا النوع من الجوائز ليس بأمر سهل، ليس بأمر سهل لدى لجنة التحكيم أو لجنة التقييم، يعني بمر بعدة مراحل. صحيح. من الواضح من كلام حضرتك أيضا. طيب إذا بدنا نحكي عن صعوبات مريت فيها حضرتك على مدار هذه الأعوام بتقديم الأبحاث، يعني إحنا الباحثين الفلسطينيين بشكل عام والباحثين في قطاع غزة بيعانوا من مشاكل عدة في الأمور البحثية، خصوصا في دخول المواد إلى قطاع غزة، المواد البحثية. عندنا أيضا قضية الحصار وخروج الباحثين إلى منحهم البحثية في دول العالم المختلفة، أيضا هذه كلها معيقات
يعني تعيق الباحث في التقدم العلمي تبعه. فعشان هيك يعني هناك كثير من الصعوبات واجهتنا في سفرنا، في إحضار العينات، في أخذ العينات معنا، في إحضار الأجهزة، في إحضار المعدات المطلوبة لإجراء هذه الأبحاث، لكن الحمد لله يعني بالصبر والمثابرة استطعنا أن نتغلب عليها. في ظل هاي الصعوبات دكتور، يعني كيف يمكن أن يعني نثمن أيضا دور جامعة الأزهر في تجاوز مثل هذه الصعوبات؟ مع حضرتك الجامعة، جامعة الأزهر يعني مشكورة، تقدم لنا الكثير من الفرص للسفر إلى الخارج، وتقديم تقدم يعني عدد من المنح البحثية الصادرة عن مؤسسات دولية، وهناك طبعا إجازات التفرغ العلمي التي تمنح لأعضاء التدريس لإجراء أبحاثهم العلمية في خارج قطاع غزة. طبعا دور جامعة الأزهر دور ريادي في دعم الباحثين، وطبعا الشكر جزيل لدار جامعة الأزهر وزملائي الأعزاء في جامعة الأزهر. تمام. طيب دكتور، حضرتك يعني دائما بتنادي بمبدأ بأنه الطبيب أو الباحث بشكل عام أو الأستاذ حتى الأكاديمي يجب أن يطور دائما من نفسه، وأن يكون له مجال وبصمة واضحة في موضوع الأبحاث وتقديمها. كيف يمكن أن يكون هناك نصيحة من حضرتك للباحثين وللأطباء وللأساتذة أيضا في الجامعات؟ إذا أردنا أن نتقدم ونكون في أو ننافس الدول الأخرى في العملية العلمية والأكاديمية والبحثية، يجب أن ننتقل من مرحلة تقديم المعرفة إلى صناعة هذه المعرفة. تقديم المعرفة إن أنا أقوم بإعطاء محاضراتي وتدريس الطلبة وتخريج الطلبة. تقديم المعرفة أمر ليس بالهين، ولكنه أمر روتيني. يجب أن نخرج من مرحلة تقديم المعرفة إلى صناعتها والمشاركة في تطوير هذه المعرفة. لا تتم صناعة المعرفة تطويرها إلا من خلال البحث العلمي. يجب على الباحثين، يجب على أعضاء التدريس، يجب على من يعمل في المؤسسات الأكاديمية البحثية أن يعطي جزء كبير من جهده ووقته لعمل الأبحاث العلمية التي تساهم في ليس فقط تقديم المعرفة وإنما صناعتها. وهذا يجب أن يكون شعارنا في المرحلة القادمة، صناعة المعرفة وتطويرها بالإضافة إلى تقديمها. تمام، رائع جدا. طيب تحدثت حضرتك بأنه موضوع البحث الرئيسي كان دكتور في الفوز بهاي الجائزة هو التفول أو مرض التفول، يعني إذا بدنا نعرف أكثر عن هذا المرض وعن نسبة وجوده في المجتمع الفلسطيني، واللي بنطمح زي ما يعني حضرتك حدثنا بأنه لا يعود له أي وجود في مجتمعنا. مرض التفول هو مرض وراثي، مرض وراثي مرتبط بالجنس، يصيب الذكور أكثر من الإناث بشكل عام. هذا المرض ينتج عن طفرة وراثية في الجين المحمول على الكروموسوم X أو الكروموسوم الجنسي. هذا المرض يعطي إنزيم، أو الجين الطبيعي يعطي إنزيم يقوم بالعمليات داخل كرات الدم الحمراء. النقص في هذا الإنزيم يؤدي إلى فقدان كريات الدم الحمراء القدرة الاختزالية الخاصة بها، وتكون عرضة للتحلل والحصول على فقر الدم طبعا عند الطفل إذا تعرض هذا الطفل لأي عامل مؤكسد خارجي. أهم هذه العوامل المؤكسدة هو البقوليات، وفي مقدمتها اللي هو الفول، سواء الفول الأخضر أو الفول المدمس أو الفول النابت. كل أنواع الفول بأشكالها الجاف الأخضر تؤدي، هي عوامل مؤكسدة عند الأطفال المصابين. ومن هون يعني إجا مسمى المرض التفول. طيب هل هناك مثلا أعراض ممكن تكون موجودة عند الطفل، ولا كيف ممكن الأهل يحدد الطفل؟ ليس جميع الأطفال مصابين بمرض التفول. هو نسبة، زي ما حضرتك سألتي، نسبة الإصابة بهذا المرض حوالي 3 إلى 3.5% من مجموع المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، يعني 3% إلى 3.5%. الآن الطفل اللي عنده هذه الطفرة الوراثية لو تعرض لعامل مؤكسد خارجي مثل أكله للفول في مرحلة عمرية مبكرة، ممكن يؤدي إلى تحلل لكريات الدم الحمراء تبعته، يصير عنده طبعا أنيميا أو فقر دم.
تمام. يعني كنا سعداء جدا باستضافة حضرتك معنا دكتور، نتمنى لك التوفيق دائما وأبدا بأبحاث حضرتك يلي بيتم تقديمها بشكل دائم ومستمر. الأستاذ الدكتور محمود سرداح، أستاذ أمراض الدم والوراثة الجزيئية بكلية العلوم بجامعة الأزهر، يسعد صباحك. يسعد صباحك، شكرا لك وشكرا تلفزيون فلسطين. إذا مشاهدينا الكرام، لهون بنوصل وإياكم لختام فقرتنا لليوم من استديوهات قطاع غزة. هلأ رح بنتقل وإياكم مباشرة لاستديوهاتنا في رام الله. خميس ونورة، يسعد صباحكم. يسعد صباحك أسماء، شكرا جزيلا لك ولضيفك. ونحن مستمرون مشاهدينا بفلسطين الصباح، محطات مختلفة. تحدث عن تكية الرئيس محمود عباس في مدينة القدس، وهذا الصباح سعدنا أن نرحب بالسيد عادل أبو زنيد وهو عضو حركة أو إقليم حركة فتح في عفوا منيف الخطيب. منيف الخطيب، هكذا وردني عادل أبو زنيد. إذن حضرتك منيف الخطيب عضو حركة أو إقليم فتح في مدينة القدس، هكذا تسمية صحيحة؟ صحيح، وأعتذر مرة أخرى ولكن هكذا وردني من الزملاء في التنسيق. وصباح الخير، كل عام وأنتم بخير، ويعني رمضان كريم. عندما تحدث عن تكية الرئيس محمود عباس في مدينة القدس، وهذه التكية اللي عمرها 4 سنوات، أنشئت قبل أو تأسست قبل 4 سنوات، أهمية وجودها وخدمتها للمواطنين في المدينة. صباح الخير لك ولنا ولا كل شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. بالنسبة لتكية السيد الرئيس، عمرها 4 سنوات كما تفضلت. هاي التكية هي تحت رعاية سيادة الرئيس محمود عباس، تقدم وجبات غذائية يومية على طيلة أيام شهر رمضان. نعم، طيلة أيام شهر رمضان يوم يوم بتم. طبعا نحن عندنا الآن في قاعدة بيانات من كافة الأماكن التنظيمية، بتعامل مع أمناء سر المناطق التنظيمية. كل أمين سر منطقة يقوم ب رفع مجموعة من الأسماء 30-40 اسم حسب الحاجة لهاي المنطقة التنظيمية. والميزة يعني في هاي التكية، الميزة اللي بيميزها عن بقية الأماكن اللي فيها نفس التكايا اللي هي في مناطق الخليل يمكن أكتر شيء موجودة، إنه هاي التكية تقوم بإرسال الوجبات إلى بيوت المحتاجين. تأمنها لحد البيت. جميل. ما في داعي طبعا، يعني المعروف انه تكية كان بالعادة انه الشخص المحتاج هو بروح على تكية بياخد وجبة الغذاء العصر او اللي. احنا أمناء سر المناطق مشكورين طبعا على هذا الجهد الكبير اللي بتم بذله. بعد ما يتم يعني تجهيز اكثر من 800 وجبة يوميا، من 800 ل 1100 وجبة يوميا بتم يعني تجهيزهن عند طباخ متخصص، بتم جلبهم للإقليم، وكل أمين سر منطقة بيجي بياخد الكمية اللي هي مسجلة على اسمه وبوصلها للناس المحتاجينها في ساعات الإفطار، يعني لحظة ساعة الإفطار بتصل ساخنة لهذول الناس. عملية الوصول للعائلات المستورة المحتاجة، كيفية تواصلكم معهم والوصول إليهم؟ حكيت لك نحن يعني من 4 سنوات عندنا هاي القاعدة البيانات. احنا يعني سنويا بتم إضافة أو تجديد على هاي القاعدة عن طريق أمناء سر المناطق التنظيمية، هم بتحسسوا مناطقهم، كل واحد أعرف في منطقته، وبتم يعني الحديث مع الناس على أساس إنه هدول الناس هم الناس اللي فعلا محتاجين لهاي الوجبة الغذائية. طبعا يعني على طول الشهر نفس الأسماء ولا بيصير تجديد؟ لا يعني حسب الأمين سر المنطقة، إذا حاول يعني يبعث يعني يدخل أسماء جديدة، لأنه نحن بنبعث يعني وجبات على عدد أفراد الأسرة، مش وجبة واحدة مثلا للأسرة. يعني بتم مثلا الأسرة مكونة من 10 أنفار، بتم إرسال 10 وجبات غذائية مجلفنة وكل شيء تمام. يعني العاملين والعاملات خلال احنا نشوف بعض الصور طبعا تكية، هم متطوعين شيش متطوعين طبعا من أبناء مدينة القدس وخيرة القدس، بس طبعا يعني عملية الطبخ بتتم عند طباخ متخصص طبعا متخصصين في هذا الموضوع. طيب جميل. نتحدث عن نشاطاتكم يعني وما تنظمونه من أنشطة وفعاليات متنوعة يعني تنفذها الحركة في القدس بهدف دعم هذه العائلات المستورة وتعزيز صمودها في المدينة المقدسة. طبعا قبل ما نتحدث عن يعني نكمل على الفعاليات، يعني بنحب نشكر طبعا سيادة الرئيس على هاي المكرمة اللي هي موضوع التكية في القدس، ولها يعني طابع خاص.
كمان نحن بنحب نشكر اللي هم أهل الخير من مدينة القدس. صحيح. اللي هم بتبرعوا لهاي تكية بشكل متواصل على أساس أننا تقريبا زي ما حكيت لك يعني في تقريبا 800 ل 1100 وجبة يومية، وهذا بحاجة لكمية كبيرة من اللحوم. صحيح. فبنوفرها طبعا عن طريق أهل الخير من المقدسيين، ونحن بندعو كمان أهل الخير أنهم يساهموا في هاي تكية حتى تصل هاي هذا الغذاء إلى كل أبناء شعبنا المحتاجين. يتضاعف العدد. يتضاعف العدد يعني. نعم يعني كدش. ونتمنى أن تكون هاي تكية يعني متواصلة على مدار العام. مش فقط في شهر رمضان، على الأقل لو يومين في الأسبوع. بالنسبة للفعاليات الأخرى، حاليا في كمان مكرمة من الرئيس وهي خاصة بالقدس وخاصة بإقليم القدس، اللي هي منحة 50 تأشيرة حج. 50 تأشيرة حج هاي بتم يعني عن طريق إقليم القدس، بتم أو تم الإعلان عنها امبارح بالجريدة الرسمية. وطبعا الإعلان بيتضمن آلية التنفيذ ومن هو يستحق يعني أن يدخل للمنافسة على هذه التأشيرة. تم الإعلان في 11/6 أنه تبدأ عملية التسجيل لهذه التأشيرة، وتنتهي بالتسجيل في 20/6، ويتم القرعة في باحات المسجد الأقصى في 17/7 إن شاء الله. هذه التأشيرة طبعا هي مخصصة لأشخاص مرضى فوق 60 سنة ولم يحجوا مسبقا، يعني هم الناس اللي ممكن مقدسيين أولا يخوضوا المر المنافسة عمليا، يخوضوا المنافسة على هاي فقط التأشيرة. هذه الفئة مستهدفة في هاي الموضوع هو المرضى اللي معاهم تقارير طبية من وزارة الصحة الفلسطينية انهم في عندهم مرض معين ومفيش عندهم إمكانية انهم يعني ما طلع لهم فرصة في الحج في قرعة الأوقاف، او طبعا ما كانوش حجين سابقا، والعمر طبعا يتجاوز تقريبا، والأولوية للمرضى طبعا يعني في هذا الموضوع 60 سنة فما فوق، طبعا 60 سنة فما فوق، ويعني بها يعني لها كمان هاي الموضوع له كمان 4 سنوات. كل سنة بنطلع 50 حاج، طبعا هاي تأشيرة غير مدفوعة عشان يكون معروف، يعني هي تأشيرة فقط وليست منحة يعني كاملة، هي فقط التأشيرة، يعني المواطن بيحج على حسابه فقط، احنا بنأمن له التأشيرة أن تتاح له الفرصة فقط. نعم. وهو يدفع كل التكاليف. نعم. والقرعة طبعا بعد ما يتم فرز الأسماء وعلى المستحقين، يتقدم يمكن فوق 300-400 شخص يعني لهذا الموضوع أو أكثر، بيتم فرزهم، واللي بيدخل للمنافسة ضمن المواصفات بتم القرعة داخل باحات المسجد الأقصى على مرأة ومسمع من كافة الناس، وفي نفس الوقت بحضرها يعني رجال دين و رجال اعتباريين في المدينة المقدسة والمؤسسات المقدسية، وعلى رأسها محافظة القدس. استمرارا لفعالياتكم، في فعاليات خاصة أيضا في العشر الأواخر طبعاً من شهر الفضيل. طبعا بالنسبة للفعاليات هي مستمرة طيلة شهر رمضان. عندنا طبعا حاليا برنامج تقديم اللي هي الطرود الغذائية. الطرود الغذائية، وأيضا يعني مشكورين كل المؤسسات اللي بتقدم الطرود الغذائية لإقليم القدس. امبارح كان في عنا يعني توزيع لبداية أو يعني من بداية شهر رمضان بدأ عملية التوزيع، كان في عنا كمية يعني وصلتنا من مؤسسة برضو الرئيس محمود عباس للقدس لدعم صمود المقدسيين. وطبعا في هناك يعني كمية هائلة من الطرود إن شاء الله حتوزع، أكثر من 3000-4000 طرد يوزع على العائلات برضو المحتاجة، وهي أيضا توزع عن طريق أمناء سر المناطق التنظيمية. جميل جدا. فكرين في شيء للعيد شهر طبعا نحن يعني برنامجنا في شهر رمضان هو برنامج متكامل من اليوم الأول حتى نهاية رمضان وحتى يوم العيد. يعني بيكون في عندنا برنامج يومي متواصل. بالنسبة للبرنامج ينقسم إلى شقين، الشق هذا اللي حكينا عنه هو شق يعني يتعلق بالموضوع الاجتماعي والتكافل الاجتماعي يعني بين أفراد المجتمع وتحسس آلام وهموم شعبنا المقدسيين اللي هم كلهم بحاجة أصلاً إلى مساعدة، سواء من تجار أو من ناس عاديين. ونحن عشان هيك يعني بنوصلهم الإشي لبيتهم، لأنه يعني هذا كرامة للإنسان المقدسي. هاي رقم واحد. الحاجة الثانية اللي هي ما يتعلق بالشق الثاني اللي هو البعد الديني في المسجد الأقصى، وهذا يعني جوهر القضية الفلسطينية كلها واهتمامنا، لأنه في شهر رمضان بيتم تكثيف الزيارات للمسجد الأقصى من أكثر من أي شهر آخر، وبالتالي شهر رمضان بحاجة إلى وقفة جادة من كافة الشباب المقدسيين داخل المسجد الأقصى، لأنه الزوار
عددهم أكثر وخصوصا يوم الجمعة وفي العشرة الأواخر اللي بيتم فيها الاعتكاف. طبعا شبابنا هناك يعني بكونوا متواجدين على مدار الساعة خصوصا في أيام الأخيرة العشر الأواخر، وفي الأيام العادية طبعا هم يعني بشكل عام متواصل، ونحن عبر يعني محطتكم عبر تلفزيون فلسطين نرسل لهم كل الشكر والاحترام والتقدير لكل الإخوة اللي يعني اللي هم سدنة وحراس المسجد الأقصى وشبابنا المتواجدين معهم متطوعين هناك، وكل المرابطين والمرابطات على تخوم وبوابات المسجد الأقصى في ظل هذه الهجمة الشرسة اللي بيقودها اليمين المتطرف بشكل يومي ودخول المستوطنين على المسجد الأقصى. وطبعا كلكم بتتابعوا وبتشوفوا قديش هذا الهجمة الشرسة وهذا التواجد الفلسطيني المهم، ونحن يعني كمان يعني بنناشد كافة أبناء شعبنا انهم يتوجهوا الى المسجد الاقصى ضمن الامكانيات المتاحه لهم في هذا الشهر الفضيل، وحيجدوا يعني مساعدات من شبابنا ومن ابنائنا المقدسيين. واللي كمان مره بنوجه لهم تحيه لكافه المؤسسات المقدسيه اللي بتعمل من كشافه ومن مسعفين ومن دفاع مدني ومن ابناء البلده القديمه في خدمه زوار المسجد الاقصى. شكرا جزيلا لك سيد منيف الخطيب عضو حركة فتح إقليم مدينة القدس. شكرا لك وصباحكم خطيب. يسعد صباحك والعام أنت في خير. ونحن نواصل محطاتنا، المحطة الأخيرة مع زميلتنا زينة عبد الصمد تكون من بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. آخر محطة من فلسطين هذا الصباح ونتحدث فيها عن حلويات رمضان في مخيمات لبنان. صحيح، هو مسك ختام برنامجنا أكيد مع هذه الحلويات، الحلويات مع زميلتنا زين عبد الصمد في هذه الفقرة المسجلة. مشاهد تحية لكم مشاهدي فلسطين هذا الصباح، أطللتنا اليوم منتناول فيها الحلويات الرمضانية المنتشرة بمخيمات لبنان، ونحن اليوم موجودين بمخيم برج البراجنة. Thank you.
السلام عليكم حاج. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم مبارك على الأمة الإسلامية والفلسطينية خصوصا العربية إن شاء الله تعالى. ما تعرف في حضرتك؟ أبو كريم صاحب محل حلويات عربية بمخيم برج البراجنة. أهلا وسهلا فيك أخنا الكريم. شهر الفضيل بيجي وبتجي طبعا بركته معه، وعنصر أساس من طقوس هيدا الشهر هي الحلويات. خبرنا عن هيدا الجانب وقديه في إقبال عم بيكون ببرج البراجنة على الحلويات. الحلويات العربية والرمضانية معروفة بشهر رمضان الكريم على المستوى العالم العربي، مش بس بلبنان أو مخيمات اللجوء. في أصناف خصوصي بالشهر الكريم مثل كلاج رمضان وحلاوة الجبن والقطايف، وأصناف يعني أكثر من 40 صنف. ونحن هون تقريبا بنشتغل على مثل ما بده الجمهور هون، يعني حسب القدرة الشرائية للناس. إقبال خفيف شوي. في مأكولات معينة بهيدا الشهر هيك بيكون في بيع عليها أكثر من أكلات حلويات تانية؟ أكيد، مثل القطايف. أنا بالأيام العادية أنا ما بنزل قطايف نهائياً. القطايف خصوصاً برمضان إن كانت عجين أو كانت محشية بالقشطة والجوز، مقلية أو نية. وبالنسبة لعجين العسملية في ناس بتحب تشتغل بالبيت، والعسملية، حلاوة الجبن، كلاج رمضان، هدول الأصناف الأساسية تقريباً. وفي شيء اسمه معمول مد بقشطة كتير طيبة كمان بحبوها كتير برمضان. صحيح، كتير طيبة. في ظاهرة هيك لاحظناها خاصة بعد حركة النزوح من مخيمات سوريا، أنه في حلويات معينة غزت الأسواق يلي هي بلبنان سواء اللبنانية أو الفلسطينية، صرتوا تبيعوا منها هيك تماشياً مع السوق؟ حجم النازحين السوريين قدنا صار، فعندهم أزواقهم بالأكل. فنحن مثل المشبك الحلبي نحن ما مننزله عادة برمضان قليل، فمننزله كرامة الإخوان السوريين لأنه بحبوا هالأصناف. بعدين عندهم أصناف اعتادوا عليها فعم ننزلها. وهلأ كمان مننزلين طبخ شرقي كمان تخفيف شوي ومن نوع من التشكيل. رمضان كريم. هلا وسهلا، رمضان كريم. شو الاسم الكريم؟ محمد حجير من مواليد عين حلوة، بس للأسف طلعنا من مشاكل عين المرة وش عين حلوة حتى نوسع مصلحتنا شوي عن الجد عن اللزوم خاصة بالجنوب. أخبرنا شو أشهر الحلويات يلي هون بتشتغلوا عليها؟ يعني إحنا بالمخيمات خاصة معروفة الشعبيات، المدلوقة، العثمانية، المد بالقشطة، هاي الحلويات المشهورة فيها، حلوة الجبن، سنود السيد، هاي حلويات رمضانيات. هيدي الحلويات هي لبنانية أو فلسطينية أو شامية عامة؟ يعني إحنا هون شعب واحد، يعني فيش ولا لبناني ولا فلسطيني، شعب واحد بلبنان وأكل واحدة. بس في بعض أخواننا السوريين يعني بيجيبوا ممكن برازق مخصصين في الألي هني، ممكن ورد الشام الألي مخصصة، ممكن شعبيات سورية يأكلوها هنا. بس إحنا ما نأكلها الشعبيات السورية، ما نأكلها شون، نأكل إحنا الشعبيات اللبنانية هون. كيف عم بيكون الأقبال والبيع بهيدا الشهر على الحلويات؟ بنعرف أنه الضائقة الاقتصادية يمكن مأثرة على الحركة الاقتصادية هون. هي قد ما كان في اقتصادية أنه رمضان كريم والحلو حلو والحمد لله، والله ما ملحقين أنه شغل خاصة بالمخيمات، يعني 24 ساعة عم نشتغل ليل نهار الحمد لله وماشي الحال. عبد. عبد انت شو عم تبيع؟ معروف. وبلبنان شو اسمه؟ شتنجلي. اسمه مشتاح؟ انت بتعرف حبيبي هيدا مع شو بيتاكل؟ مع جبنة وبيشربوه مع شاي. يعني هيدا للسحور؟ بلي ايه. صرتوا بايعين منيح اليوم؟ لا لا، انه اول مناسبة انه بايعين بس مشتاح واحد. We'll be right back.
قديه صار لك فاتح المحل؟ تقريبا صار لي شي سنتين. شو بتعرض فيه؟ بعرض فيه المشبك وحلاوه الجبن والنموره والبقلاوه. يعني هي حلويات شاميه جايبينها معكم من سوريا ونحن عم نتعرف عليها هون بلبنان. هيدا المشبك الكبير نحن عنا اياه على صغير، خبرنا عنه اكثر. هذا مشبك مختصين فيه السوريين بسوريا هيك بيسووه، في بعض الاماكن بيسووه حبه صغيره بس معظم الاماكن بسوريا بيسويه حبه كبيره على الطريقه السوريه هذا، وهون معظم سوريين ساكنين لاجئين من سوريا فبيرغبوا له، بيطلعوا انه من البلد، عرفتي؟ بيرغبوا له اكثر. طيب بالنسبه لحلاوه الجبن، اكله او نوع من الحلو معروف هون بلبنان كثير طيب، وكمان من سوريا في هيك طريقه بتعملوها فيها شوي متميزه عنا، خبرنا عن هالاكله. هاي حلاوه الجبن عنا بالبلد بسوريا وبحما بالذات مشهوره كثير حلاوه الجبن، فانا فتحت هون المحل والحمد لله يعني بضاعتنا سوريه ومرتبه، وخاصه انه كاتب حمويه مثلا، عرفتي كيف؟ فبيرغبوا لها الناس زياده عن اللزوم، بتختلف نوعا ما عن الطريقه اللبنانيه. طيب شعرنا بفرق الاسعار بين بقلب المخيم وبين برا، يعني نفس الكيلو برا عم بيكون ضرب 5 وضرب 6 سعره، هون ارخص بكثير. هلا هون يعني بحسب وضع الناس، ما فينا نبيع مثل برا، عرفتي؟ ما فينا نبيع ب 25 و 30 الف، هون ما حدا بياخذ، يعني معظمهم هون نازحين من سوريا، يعني اوضاعنا الماديه ما بتسمح له يشتري، اذا عنده عيله يشتري كيلين حط 50 الف ما في، عرفتي؟ فمساويين نحن انواع انواع، ومن بيناتهم الاسعار الرخيصه. طيب سؤال اخير، شو هي معايدتكم لابناء الشعب السوري يلي في منهم بلبنان وفي منهم مهجرين ومشتتين، وايضا للشعب الفلسطيني والشعب اللبناني؟ بنتمنى للعالم اجمع السلام ويعم الامن والامان بكل مكان، بسوريا وفلسطين وبكل مكان. الدقائق الاقتصادية المحرك الأساس لحركة البيع والشراء للحلويات بالمخيمات. فكرتنا من بيروت خلصت، عودين نحن وياكم لأستوديوهاتنا برام الله. شكرا لزميلة زينة عبد الصمد على هذه الإطلالة الصباحية، كانت معنا من بيروت والحلويات الخاصة في أو حلويات رمضان الخاصة في المخيمات هناك. ونحن إلى هنا وصلنا إلى ختام فلسطين الصباح. صحيح، موعدنا أكيد بكرة بتجدد في تمام 9، كونوا على موعدنا مشاهدينا ويسعد صباحكم. للقاء.